حاجات كتيرة عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحبي يلمس قلبنا وقت اللزوم أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة يعني ايه الفرح. ساعات حلاوة الدنيا تطلع من قلب الجد واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. اوقات بتبان ظالم وساعات بتبان مظلوم. خطوة هتاخده وتمشي فين؟ مين من فينا عارف بقى في عمره لحظة أو سنين؟ وجعنا وجعنا دموعنا وجعنا وضحكة زي الشمس بتشوق وسنين تمر بين السعادة أخير. صباح النور. صح يا بدري، قاعدة لوحدك ليه؟ قلقتك؟ لا لا خالص، بس انت تمام؟ تمام. تفطر؟ لا هنفطر مع بعض. بس لا خليك انا اللي هفتح. ماشي. فكر هتفطر ايه؟ See you later. Thank you. كان شيء ينفع نرجع بيتي وما نرجعش بيته. أنت مش هينفع تبقى رايح جاي من هنا وهناك. بس هو أنت أنا عايزة أبقى معاك يا سليم. ويحيى خلاص بقى جزء من حياتك. ما ينفعش انا اطلب منك ان انت تقبل حياتي زي ما هي واللي انا اخترته وانا ابقى مش قابله اختياراتك. هو بس هيبات معاها يومين على بال ما اوضته تجهز فوق. ابسط يا سيدي، امينه بنفسها تجهز لك اوضتك. لا لا، أمينة مش هتجهز أوضتك يا يحيى، أبوك هو اللي هيجهز أوضتك. ماشي.
ما انا مش عايزه اصلي اختار حاجات على ذوقي وبعدين تدبسوا فيها حرام. وبعدين انت لو سبتلي اوضته على فكره انا هقلبها اوضه بنات، هتيجي تلاقي شعره كله في يونكات وحاجات غريبه كده، فبلاش بلاش. انا حاضر. ملهاش اسم تاني يا سارة. اللي انت بتقوليه دلوقتي ده ما يفرقش عن جملة انت تستاهلي حد احسن منك، اللي اي ولد بيحاول يقولها البنت عشان يخلع منها. لا بس انا مش عايزة اخلع منك والله، انا بحاول اكون صريحة معاك ومع نفسي. مع نفسك اللي انت اصلا لسه مش عارفاها؟ اديني بتعرف عليها. انا عشت طول عمري مش عارفاني، عايشة كده ما بفكرش انا عايزة ايه ولا نفسي في ايه ولا بحب ايه. لحد اللي حصل لأمينة اول مرة حسيت كأن الدنيا بتديني بالقلم على وشي، كأن العمر بيجري وانا عايزة الحق منه اي حاجة، فبقيت بجري في كل الاتجاهات باقصى سرعة وفي نفس الوقت. ليه دلوقتي عايزة توقفي جري؟ تعبت من الجري، عايزة اخد نفسي كده وافكر انا عايزة ايه من ده كله. عارف؟ انت لو كنت شفتني زمان والله العظيم ولا كنت تفكر انك ترتبط بيا، انت اصلا ما كنتش هتبقى شايفني. بس انا شايفك دلوقتي يا سارة. وانا كمان ابتديت اشوفني، مشوش بس برضه ابتديت اشوف سارة القديمة وهي بتتغير. مش عارفة بقى التغيير ده هيوديني لحد فين ولا هيبقى عامل ايه. يعني الحاجات اللي انا عايزاها دلوقتي ممكن مبقاش عايزاها بعدين، عشان كده قراري ان انا ارتبط بيك وانا مش على ارض صلبه ممكن يظلمك. مش هقعد بقى اقول لك كلام الافلام والدراما، ومعلش استناني لحد ما الدربكه اللي جوايا دي تخلص وتنتهي. عارف على قد ما انا ببقى مبسوطه وانا معاك، بس بقيت عارفه ومتاكده ان اكتر حاجه بحبها في حياتي هي زياد وشغلي. فلحد بقى ما اقدر اوازن ما بين الاثنين يمكن ساعتها اقرر ان حد ثالث يدخل حياتي. وانا ما اقدرش اوعدك اني استنى يا ساره. تلبسي حاجة ونخرج نسهر. ده أنا بقول خلينا في البيت أحسن. أنت كويسة؟ أنا كويسة، بس بقول يحيى ينام وأنا أعمل عشاء متين ونتفرج على فيلم سوا، وهبقى لطيفة كمان وهخليك أنت اللي تختاره. وبعدين تنامي في مصر. ماشي، بس انت اختاري الفيلم. يا سلام، من امتى اللطافة دي؟ من دلوقتي. كارت الكانسر لسه بيكسبني اهو. No, that's fine. I'll keep him with me. Thank you. Thank you. براحة 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 على الولد. سيب الببرونة بس تبرد شوية وأعصابك كمان تبرد. أنت ما تعصبينيش بس. حاضر.
على بال ما يحيى ينام انا هعمل لنا عشاء. تمشي من هنا؟ لا طبعا مش همشي، انا مصدقت انك تظهري. انت عارفه انا بقالي قد ايه بكلمك وانت ما بترديش عليا؟ عارفه، بس لو سمحت ممكن تمشي، بلاش كل يوم الفضايح اللي انت بتعملها لي تحت البيت زي. مش قادره اتكلم، مش قادره. عليا لو سمحت انا عايز اتكلم معاكي، ممكن تديني فرصه؟ خايفه مننا؟ مش هعمل لك حاجه. انا ايش ضمني؟ يعني على فكرة انت اللي عصبتيني المرة اللي فاتت وانا كنت بحاول اسكتك وانت فضلتي تضغطي عليا تضغطي عليا، كان غصب عني. غصب عنك؟ انت وعدتيني على فكرة ان انت مش هتضربني تاني. وانت وعدتيني ان انت مش هتعصبيني وتوصليني اللي انا كنت فيه ده تاني على فكرة. ممكن تركبي معايا العربية ونقعد نتكلم في اي حتة. لا مش قايلة لهم اني عايزة او هخرج اصلا معاك. ما تكلميهم تقولي لهم انت مش خارجة مع حد غريب على فكرة، انا كلها كام يوم هبقى جوزك. ليه ما تسيبنيش؟ أنا بحبك وأنت بتحبيني. أنا بوعدك إن أنا هحاول أتغير، مش هحاول أنا هتغير. بس ما تسيبنيش. ما تقوليش إنك بقيتي بتخافي مني. افتكري إن أنت كنت بتقولي إن أنت بتسندي عليا أنا على فكرة. ولا أنت هتنسي كل ده فجأة عشان لحظة غبية؟ وانت كنت السبب فيها على فكره مش انا. كان باين من صوتك انك قلقان ومش مرتاح. انا مرعوب. من يوم ما عرفت ان امينه رجع لها المرض وانا مرعوب، مش عارف انام. اول ما عيني تغفل الاقي نفسي صاحي مفسوع عشان ابص حواليا واتاكد انها لسه موجوده، انها لسه عايشه بتتنفس. بعدين يعني يا اسلام؟ فيش بعدين يا بابا، في دلوقتي، في اللي هي فيه. انا بس محتاج اكون جنبها عشان تبقى مبسوطه ومرتاحه باللي هي اختارت. طبعا انا مش موافق، بس مش هقدر اكبرها تعمل حاجه مش عايزه تعملها. طيب بس على الأقل يعني نتكلم معاها، يعني فاهمها إن أنت مش راضي عن اختياراتها. يعني ليه؟ عشان أحسسها بالذنب؟ ولا أنا بحس بالذنب لما تعمل العملية ولا قدر الله؟ أنا طول الوقت لما كنت رافض أعمل العملية كنت متخيل إن أنا فاهم القلق اللي أنت عايشه، بس برضه كنت حاسس إن أنت مش مقدر اللخبطة اللي أنا فيها. بس أنا دلوقتي فهمتك وبقيت متلخبط مليون مرة أكتر. الطب بتاعك اللي نسيتيه عندي. راحت فين؟ ايه ده؟ ايه الخرشمه اللي في جسمك دي؟ عندي جعد اتخبطت. ده انت اتخبطتي في حيطه. لا وانا نازله سلم اتكعبلت عادي. خبطتي ولا اتكعبلتي؟ هتفرق معاكي في ايه يا جهد؟
هيفرق معايا ان انتي بتحوري عليا يا علي. ما تردي. لما تنزلي هرد. عايز حاجه تانيه؟ عايز افهم طبيعي يعني ان انتي بتردي على حسن من قبل التليفون حتى ما يرن. ايه اللي جد بقى؟ عمل ايه مخلياكي شايفه رقمه وما بترديش؟ بقول لك ايه، مش فاقلك يا شيخ. لا فوقي لي بقى كده وركزي معايا، عشان انا الفار ابتدى يلعب في عبي، ولسانك المبلوع ده محسس ان في نصيبه حصلت بينك وبينه. في ايه؟ قفشتيه مع واحده؟ رنك علقه؟ ضربك؟ ضربك اهو يا شهد. ما ضربنيش، بقول لك مفيش حاجه. ما هو الكدمات اللي في جسمك دي كلها، وكل عين قد كده يا عليا، وخطيبك اللي عمال يرن من الصبح وما بترديش عليه، يبقى انا حمار وبتيل؟ لو ما كانش ضربك. ضربنيش، اتخانقنا عادي، وبعدين هو زقني عادي، بتحصل من اتنين. هو ايه اللي بتحصل يا علي؟ انا استفزيته، وبعدين هو خرج عن شعوره وتأسفني. هو لحد دلوقتي ما يتأسفني. الوقت بيعمل عليك ده كرم. شهد وقت صوتك ما هو بره. ايه بس هو حسن بيحبني، مش عايز يأذيني. لا بيأذيكي. بيأذيكي لما يضربك الضرب ده كله. بيأذيكي لما يخليكي تفكري انك توجدي له اسباب انه يضربك بسبب او من غير سبب. يبقى بيأذيكي. حسن بيحبني وانا بحبه. وبعدين احنا عدينا حاجات كتيرة مع بعض. وقال لي ان هو هيتغير. والفرح يكشي يوم لهوي والفرح في يوم واحد. انت مخيل عليك ان احنا احنا الرجاله انا هتغير بعد الجواز؟ يا حبيبتي دول لما بيتغيروا بيتغيروا للاوحش مش للاحسن. فوقي مستنيه ايه؟ مستنيه تتجوزيه ويمسيكي ويصبحك بعلقه؟ وتفضلي عايشه طول حياتك خايفه تقولي ايه او تعملي ايه؟ لا يضربك؟ وتبقي خايفه من كل اللي حواليك اللي يعرفوا ان هو بيضربك فيه ايه؟ بتعملي في نفسك كده ليه؟ ماشي، انتي بتحبيه وهو بيحبك. انتي بقى هتبقي مطمنه على نفسك معايا عليا؟ ما تردي! ضحكتيني يا زوزو. يا ستي طب ممكن ما تتريقيش لغايه اما نجوز المفعوصه الثانيه دي؟ طب معلش ممكن اكلمك تاني يا زوزو عشان انا محتسب يحيى الصغير ومش لاقيه الداده بتاعته. اوكي. لو كنت اكتر شويه كنت شغلت لك مزيكا وحكيت لك حدوته قبل النوم. حابه اقول لباباك يحضر لك كذا حدوته كده. انت مش ضامنه في موضوع الحواديت ده؟ لا ولا انا، بس بيحاول. حرام تسبيك شوية بس بيحاول. كان نفسي أحاول معاه، كان نفسي نجرب سوا. كان نفسي تبقى ابني. اسمع يا ابني والنبي، انا قلت لك ما ينفعش وبلغ اللي مشغلك ان هو ما ينفعش. انا ما عنديش حاجه اقولها. سلام. حسن وحشتني.
انت جايبه اولياء امرك معاكي؟ انا جاي اقولك ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض يا حسن. انت ايه اللي انت بتقوليه ده عني؟ ما ينفعش تسيب بعض. ما تمديش ايدك عليها، انت فاهم؟ ما تخليكي في حالك. ايه يا صغيره مستنيه حد كبير يقولها تعمل ايه وما تعملش ايه ولا ايه؟ صح، هي مش صغيره عشان كده جايه لك بنفسها تقول لك اللي بينك وما بينها خلاص انتهى ومش محتاجه حد يتكلم بلسانها. مش ينفع نكمل مع بعض يا حسن، هو ده القرار الصح. طز في الصح، طز علي. انا بحبك. بس انا كملت اكتر من كده معاكي يا حسن هكرهك وهكره نفسي. قلت لك ما تمدش ايدك عليها، انت فاهم ولا ما بتفهمش؟ والا وديني والله انا اللي هقف لك. تقفي لمين يا مجنونه انت؟ ما بقاش الا واحده زي دي، واحده معقده اصلا كانت منمره على خطيب اختك. وانت جاي دلوقتي عايز تبوظ جوازتك انت؟ ايه؟ ما لقيتيش اوسخ من كده تتحامي فيه؟ انت عارف مين الوسخ؟ الوسخ اللي بيتشطر وبيضرب واحده ست وما بتقول له انا مش عايزاك، بيفضل يلف ويحوم حواليها مع ان هي بتقول له بمنتهى البساطه مش عايزاك يا اخي، وهو بيفضل لازق. هو ده بقى الوسخ. ايه؟ وانت جاي تولعيها ولا ايه؟ ما تتلمي بقى. نزل ايدك، هتتشطر عليا انا كمان وتمد ايدك ولا ايه؟ فوق لنفسك، انا ولا بخاف من الصوت العالي ولا من الفضايح ولا من الجرس. اوعى تفكر ان احنا اتنين ولايه وهتتشطر علينا، احنا اه اتنين ولايه بس ب 100 راجل. انا عامله بس اعتبار لي عاليه، انا هي مش عايزه تكبر الموضوع وتدخل العيله فيه. يا ريت بقى تخلص كده على الهادي ونخلص. وصلت ولا لسه؟ يا شهد يلا. اللي بينا ما خلصش يا علي. المهم هي تمام؟ اوكي. طيب انا حابب ادغك لو في جديد يا شهد. اوكي باي. شكلي انا اللي هطمن عليك. مالك انت كويس؟ اه كويس. هعمل نفسي مصدقة. انت تمام؟ يلا يلا يا خوم نوم، يلا بقى يلا يا فاسلة. يلا قومي اصحي، يلا كفايه نوم بقى. بطلوا الرخامه واطلعوا بره. الرخامه دي اتعلمناها منك. يلا قومي قومي البسي هننزل. يلا. مش عايزه انزل. لا لا مش من مزاجك. اصحي، ده انت لازقه في السرير. قومي يا حبيبتي، اصلا الريحه طلعت، لازم تاخدي شاور. يلا حبيبتي يلا. لولو قول اوف. هو لسه بيكلمها؟ امينه غيرت لها رقمها، وبعدين قمت لك عادل المفروض يقابله عشان ينهي الموضوع رسمي. ده طلع راجل وضيع. احسن برضه. اه بصراحة بقى أنا بفكر خليها تيجي تقعد عندي يومين كده تغير جو. أمينة حاولت قبلك كتير، وبعدين اسم الله عليكي، ما أنت كمان حياتك خربانة. أنت تقعد تلقحي كتير؟ شكلها لعنة وحالت على العيلة كلها. العيلة وجيران العيلة وحياتك يا غالية، سركم بتع يا ما شاء الله. طب أمينة كلمتيها؟ مودها كان زي الزفت امبارح، فما حبيتش أتك عليها. أنا مش عارفة أعمل إيه، دماغها ناشفة أوي. لا بصراحة نتي دي ليها الجنة، وأمك كمان ليها الجنة. اسم الله على أبوكي وأمك أنتي. إيه ده؟ أنا؟ أنا امرأة عاملة يا حبيبتي كمل. والنبي أبوكي ده راجل بركة، خلف بنات مهابيل وهيدخلوا مراته الجنة بعون الله. عايزين نضحك البنت ليلو كده. عايزين بقى نرجع البنت فرفوش تاني. هتضحك وكل حاجة يا رب بقى. انت مدوخنا وراك طول الليل بين بيتك والمطعم وهنا. طب اتفضل. معلش بس انا كنت مشغول شويه الفتره اللي فاتت دي. هي عاليه كويسه؟ عاليه كويسه وهتبقى كويسه اكتر بعد ما تسمع الكلام اللي احنا جايين نقوله لك. طب ممكن قبل الكلام ده اشرح لحضرتك؟ عدى وقت الشرح والتوضيح عدى، بعدين ده مستوى تفاهم عشان تشرحه فيتحل ولا ايه؟ وانت بتتكلم معايا بصفتك ايه بالظبط؟ اخوها الكبير وعمها
رجعت البيت اللي انت المفروض دخلته من بابه واللي المفروض تتكلم معاهم بدل ما تتبلطج على الستات، مع ان صاحبه الشان رمت الدبله في وشك، ولا انت ما تعرفش تتكلم غير مع البنات؟ لو ما بقاش غيرك انت بقى اللي عرفت. لا لا لا، احنا مش جايين عشان نتخانق، ولو ان مفيش حد هيغلطنا لو ده حصل، بس احنا كمان ما نحبش ان بنتنا تعيش بالطريقه دي. حياتك كنت حر فيها، عيش بالطريقه اللي تريحك، بس احنا كمان احرار، وزي ما دخلنا بالمعروف اللي انت ما صنتوش هنخرج بالمعروف. ولو مش عايز تخرج بالمعروف برضه تمام، عايز مشاكل ست انت يا ابني. هو انت جاي تهددني ببنتي؟ لا 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 لا، احنا مش بنهدد حد، احنا بس بنحاول نفهمك ان الموضوع ممكن يتحل بشكل محترم، ولو انك انت ما كنتش محترم لا معانا ولا مع نفسك، بس في نفس الوقت ممكن يتحل بشكل ممكن يضايقك لو انت ضايقت عليا ومن اللحظه دي. وبعدين خلي بالك الموضوع خلاص اتقفل ومش هيتفتح تاني. يلا بينا سليم. طيب طيب، انا ساعه ولا ساعتين بالكتير هبقى عندكم، طمنيني كل شويه بليز. باي. بقت احسن؟ هي نايمه في اوضتها وقافله على نفسها من امبارح، ما طلعتش. ماما وزوزو منهارين، ماما بتبكت نفسها وبتقولي كان المفروض ياخد بالي، حاسه بالذنب، وانا كمان حاسه بالذنب بصراحه. ده انا كنت بزقها لحد اخر لحظه. تسويها على الحاجة اللي كنت فاكر انها هتبسطها. برضه حاسه بالذنب ان انا ما وقفتش جنبها. وانتوا بقى بربطه المعلم رحتوا واتكلمتوا معاه ومحدش فيكوا كلف خاطره وقال لي اي حاجه. ده هي نفسها ما جاتش تحكي لي. هتحكي لك ليه؟ ليه يعني ايه؟ يعني عايزاها ترمي نفسها في حضنك؟ تطلب منك انك توقفي جنبها وبعد كده بتخزيليها؟ أنا؟ أمين، أنا ما عنديش استعداد أطبطب ولا أضحك عليكي، مش دلوقتي مش النهاردة. سليم، أنت المفروض أكتر واحد فاهم ده عشان أنت مريت بيه. آه، عشان أنا مريت بيه بقول لك إن كنت غلطان. أنا صحيح كنت خايف من العملية ومن توابعها، وخوفي ده كان طبيعي وحقيقي، بس بعد اللي عشناه سوا، بعد ما عيلتك بقت عيلتي، بعد ما بابا رجعت له ضحكته، بعد ما يحيى بقى معانا، كل الحاجات دي تستاهل ان انا اعدي باللي عديت بيه. وانا بقى المطلوب مني دلوقتي اسيب كل الحاجات دي وادخل اوضه عزل واقعد اتلوى من الوجع لوحدي، وكل اللي يربطني بيكوا سماعه التليفون، ويا عالم العلاج هينفع اصلا ولا لا؟ العلاج هينفع مش هينفع، حياه او موت، مش ده اللي بنعيشه كل يوم؟ مش كل اخر يوم جديد، يا هنعيش يا هنموت يا هيتكتب لنا يوم تاني؟ أنا لو اتكتب لي إن أنا أموت مش عايزة أموت لوحدي على سرير المستشفى يا سليم. أمينة، بصي لنفسك. ربنا مديكي فرصة إنك تعيشي. في ناس تاني مش لاقية الفرصة دي. مش لاقية تمن العلاج، مش لاقي متبرع. أمينة، أنتِ محتاجة تصدقي إن حتى لو الدنيا جت عليكي، الدنيا دي تستاهل إنك تحاربي عشان تعيشيها. وانت محتاجه كل الوقت ده عشان تفكري. ممكن تفكرني كده انت خدت وقت قد ايه عشان تاخد قرارك؟ لا، هي ما تتحسبش كده. لو عايزه تحسبيها بالوقت، شوف انا عملت العمليه بعد ما قلت لي انك تحبيني بقد ايه. احنا مش اتفقنا ان احنا نعيش سوا؟ انت مش دايما بتقولي لي انك اتعلمت مني تعيش اليوم بيوم؟ انا بقى اتعلمت منك احب بكره، اصدق ان بكره يستاهل، اعيش النهارده بس بحلم بكره. انت دلوقتي مش بتتخلي عن الدنيا بس، انت بتتخلي عني، بتتخلي عننا. انا سمعتك بتكلمي يحيى، خايفه انك تتعلقي بيه، بس انت خايفة على نفسك مش خايفة علينا يا أمينة. سليم، انت شايفة ان الدنيا ضربتك في ظهرك، بس انت كده بتعملي نفس الحاجة معانا.
أنا حبيت أتكلم معاكي هنا في البيت مش هناك عشان خاطر عليا. أنا عايزك تحمدي ربنا إن الموضوع ده خلص قبل ما تتجوزوا. الحمد لله. ولازم تحمدي ربنا كمان إنه خلص من غير مشاكل. الولد ده أصله مش متزن، كان ممكن يحصل من وراه مشاكل كبيرة قوي. على كل حال الحمد لله إن الصفحة دي خلاص اتقفلت وانتهت. آه بس البنت اتهزت من جواها قوي قوي. بكرة يا ستي هتلاقي الضحك على وشها قد كده اهو. البنات أقوى مما تتصوري، كل خبطة بياخدوها بتقويهم مش بتكسرهم. واضح إن أنا اللي ضعيفة بقى. مش عارفة أقول لك إيه يا عادل، كل مشكلة ومشكلة ما ببقاش عارفة أتصرف إزاي، ما ببقاش عارفة أعمل لهم إيه. يا سلام، بقى كل اللي أنت عملتيه ده وما عملتيش حاجة، حبك ليهم وخوفك عليهم العمر ده كله، كل ده ولا حاجة. أنت بس علشان بتحبني بتقول كده. عملت إيه يعني؟ ولا حاجة. ما عملتش أي حاجة غير أي أم بتعملها. طب وأنا بقى؟ أنت إيه يا عادل؟ أنت عملت أكتر بكتير من اللي مطلوب منك. ده كفاية موقفك في موضوع حسن ده، ولا موضوع شهد، ولا عايا أمينة. لا لا لا، أنت عملت حاجات كتير قوي. ده بس عشان أنت بتحبيني شايفة إن أنا عملت حاجات كتيرة وكبيرة. بس أنت ما كنتش مضطر. صح، ما كنتش مضطر، بس أنا عايز ده. مش عايز نستنى أكتر من كده، ومش عايزك تقوليني نستنى لغاية لما نطمن. يعني ترجعني البيت وتسيبني فيه لوحدي؟ أنا جيت بدري لقيتك نايمة، فما كنتش عايز أزعجك. أنا راحت عليا نومة وأنا مستنياك. وكنت هتنام على الكنبة بقى؟ تعمل لي فيها رجالة غضبانين من مراتاتهم؟ وتعمل لي ليه أنت رجالة غضبانين من مراتاتهم؟ أنا عامل فيها رجالة خايفين على مراتاتهم. عارفة عارفة. إيه ده؟ هدايا؟ ليا أنا. افتحيها. يا سلام، أنا اللي كنت فاكراك هتصالحني. بس أنا كمان محتاجة أصالحك، فكويس إن أنت جبتها عشان أديها لك. الله 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 الله. بس أنت ما بتلبسش ساعة. بس ده لما الوقت ما كانش له قيمة ولا معنى. بس أنا دلوقتي بعد كل دقيقة وكل الأيام الزيادة اللي بنقضيها مع بعض. أنا عارف إنك عايزة تقضي الأيام اللي فاضلها لك مبسوطة، وأنا عايزك تعافري عشان يزيدوا. بس أيا كان القرار اللي تاخديه، أنا عايزة أقضي الأيام دي معاكي. إنه ليوم تاريخي. بسرعة. حاضر. واو. حلو. حلو. انا برضو جبت لك هديه. ايه ده؟ ايوه كده، عشان انا النهارده كنت سخيف، وبرضو المفروض اعتذر لك. وانت كنت سخيف. بس انا استاهل سخافتك واستاهل الهديه. بس هي لسه لا لحظه، بس هي لسه ما خلصتش. ماشي، ما خلصت اهي. لحظه بس لسه ما خلصتش. هاتها هات. بعدين طب انا عامله لك مفاجاه. مفاجاه؟ خير ان شاء الله. انا بعت يحيى عند هنيه وعايزاك تسيب لي نفسك خالص النهارده. امينه، انا سايب لك نفسي العمر كله. العمر كله؟ طب يا دوبك نلحق. سوري. يا دوبك فعلا. يلا. بقول لك ايه؟ يلا بينا. يلا بينا.
بالظبط كده. بالظبط كده؟ يعني معقولة رئيسية ومش عارف أنا رايح فين؟ معقولة جدا. سو أنت ساكت بقى عشان المشوار لسه طويل. أنا ساكت؟ طب أنا رايح فين طيب؟ مش هقول لك، دي مفاجأة يا سليم. ممكن تسكت عشان أسمعها؟ ثلاث ساعات؟ لا الست دي مجنونة، ثلاث ساعات إيه؟ بس سيبك أنت، الساعة هتاكل من إيدك حتة. والله لو لبستك ساعة يا سليم. لا 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 لا، الساعة دي لبستها بنفسي. والله بقيت بتاعة مفاجآت يا أمينة. تلمستك. تلمستي. على فكرة ثلاث ساعات ثلاث أيام مش ترى. ترى بحبها مع بعض. لا هات التليفون، هات التليفون مش بعذر. لا مفاجآت ولا بطيخ. سليم هات التليفون. خالص. سليم. خالص.